عيد مسلة ليلى الأول في يوم تكريم نخبة من كرام جاليتنا رسحهم قراء مسلتنا للفوز بجائزة شرب العين التي أوجدها منذ 5 سنوات حضرة الدكتور عصام حداد لتوزع على المتفوقين من طلاب معهد أبجديته في مدينة الحرف جبيل. وها هو معهد الأبجدية يبارك فكرة امتداد مساحة الجائزة لتشمل أستراليا. فألف شكر لعصام وسامي وسمير وسلوى حداد، وألف شكر لقراء مجلة ليلى الذين تجاوبوا مع الفكرة ووافقوا على تحمل مسؤولية نتائجها، فرشحوا العديد من أبناء الجالية للفوز بأول أوسكار من نوعه في كافة مغترباتنا. أحب أن أنوه هنا على أن الفائزين بالجائزة لهذه السنة ليسوا بالضرورة أفضل من غيرهم في مجالاتهم، ولكن رغبة القراء جاءت هكذا، ومن يدري فقد تنقلب هذه الرغبة لصالح أناس آخرين في العام القادم لم يحالفهم الحظ في هذه السنة. فباسم القائمين على معهد الأبجدية وباسم أسرة وقراء مجلة ليلى وباسمكم جميعا أهنئ جميع الفائزين